الكريم، هو اصلا يعني موافقه رئيس الوزراء بدخول مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني واشغالها من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني هو تنفيذ لهذا الاتفاق، ولكن المشكله الاساسيه والحقيقيه هي الاتفاقات السياسيه اللي تتم بين الاحزاب والقاده السياسيين بمعزل عن الشعب. يعني لو كانت هنالك دراسه حقيقيه لواقع مدينه كركوك وتاثير هذا القرار عليها بهذا الشكل، تاكد انه سيستطيعون الوصول الى حل صحيح وممكن. طيب، ولكن اذا ما ذهبنا يعني معك سيد الابراهيمي، عذرا، اذا ما ذهبنا الى فرضيه انه ان نقدم اولويه الهدوء على منع جهه سياسيه من ممارسه عمله الحزبي في بقعه ما او ارض ما، فهنا سنخالف الدستور. لا طبعا، خليني اقول لك اكو نقطه اساسيه احنا متفقين عليها. نعم. انه من حق كل حزب سياسي العمل، وكما ذكر قبل قليل الزميل العزيز انه في بغداد موجوده مقرات الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، وكل الاحزاب موجوده مقراتها، وهذا حق مشروع. وحتى عندما كانت العراق قائمه واحده، نحن هنا في كربلاء كان هناك مقر للحزب الوطني، الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني موجوده مقرات هنا في كربلاء. اذا القضيه هي ليست بموضوع الوضع السياسي، ولكن هنالك اشكاليات يجب ان يعني لنجاح اي قرار واي موضوع يجب ان تؤخذ البيئه اللي سوف يحصل بها هذا القرار. القضيه اليوم هنالك صراع، وصراع متجذر، والجميع يعلم هنالك خلافات كرديه، خلافات كرديه. طيب. عربيه كرديه تركمانيه، عربيه تركمانيه، يعني بصراحه البرميل بارود. طيب. ينتظر شراره. باختصار، راي البيئه الا يتمثل راي البيئه اسمح لي راي البيئه الا يتمثل بممثليها السياسيين الذين وقعوا على هذه الاتفاقات؟ عندما نتحدث عن سياسيين من كركوك ومن باقي المحافظات يعني الغربيه وغيرها، وحتى من المحافظات الوسط والجنوب. من حق اي حزب سياسي، من حق اي حزب سياسي، ولكن كما ذكر الزميل العزيز قبل قليل. طيب. بوجود غطاء حكومي شرعي وليس بوجود غطاء ميليشياوي حزبي، هذا ما نؤكد عليه. لو كانت كركوك يعني يمثل امنها الجيش العراقي والشرطه العراقيه بكل صنوفها ومنتشره بكل كركوك بشكل واحد، تأكد سوف لن يكون هنالك أي تأثير. طيب. ولكن وجود كما قال السلاح المنفلت والسلاح الآخر، تأكد وجود السلاح معناها قضية قلقة، يعني أي خطأ ممكن أن يشعل حرب. فبالتالي بوجود سلاح الدولة وأمن الدولة هو من يضمن. طيب. نعم. انتخاب كبير بمنع الحزب الديمقراطي من ممارسة دوره السياسي في كركوك. طيب. هذا انتهاك، وهذا إبعاد، وهذا تهميش، ولكن أن يكون هذه العملية السياسية محمية من قبل سلاح الدولة. طيب. وليس السلاح الشخصي أو السلاح الحزب. طيب، واضح.